السلام عليكم، سنة سعيدة بصحة وسلامة. واش ما تمنيتو يا رب يحقق لكم كل ما تمناو، سواء اللي بغى وليدات، سواء اللي بغى الزوج، اللي بغى المال، اللي بغى الصحة وأشياء أخرى. أشكركم لجميع دعواتكم، لتشجيعاتكم، لحبكم. نعم، سنة مرت بسرعة وأخرى بدأت، الله يدخلها إن شاء الله يا رب يمننا علينا جميعا بالصحة والسلامة. وغادي نبداوها بهذا الفيديو اللي كله عفوي، فيديو عائلي ممتع مفيد، عامر بالأفكار، بالنصائح، بالشهيوات، باللعب والضحك. عرضت على حماتي في داري وأنا قبلت بكل فرح. دوزوا معي هذا النهار ديال التحضيرات خارج وداخل المنزل، وإن شاء الله ما غاديش نحشمكم وغادي ندير ما بوسعي باش نحمر لكم وجهات نتاعكم. نتمنى هذا النوع من الفيديوهات ينال إعجابكم. نرحب جميع الاقتراحات نتاعكم، اقتراحات لفيديوهات أخرى بغيتو تشوفوهم في سنة 2019 كتبوا لي هادشي في التعليقات. والناس اللي هما ما متابعينيش على مواقع التواصل الاجتماعي، راه تنكون كل يوم على الانستغرام. الانستغرام ديالي هو سوما تيفي. كما تشاهدوا معايا نط صباح، صباح عادي، الروينه كاينه في الكوزينه، فطرت الدراري. دابا تنجمع الكوزينه حيت خارجين بعدا قليل للتسوق، نجمع الكوزينه وندير الاشياء اللي تديرها كل يوم في الصباح، خصوصا في الصباح ديال العطله. علاش هذا الفيديو هذا درته انا في العطله؟ تتجمع الكوزينه، تتجمع الصابون، تتشوف الحوايج اللي ناشفين، الحوايج اللي ما ناشفينش، تتشوف البلاكارات، تكتب كاع داكشي اللي هي خاصها تتقدا تمشي تجيبو. المهم كاع هادشي غادي تشوفوني تنديرو معكم الان. هاد الفيديو هذا غادي يكون عبارة عن روتيني الصباحي نهار العرضة. إلا تنعرض على شي حد الروتين الصباحي نتاعي كيفاش تندوزو، تندوزو كما تشاهدوا معايا الآن. بالنسبة للملابس فما بقيش تنشرهم أنايا خارجة المنزل، واخا تكون الشميسة ولكن عندنا الشمس باردة ما تتنشف ليا والو. لذلك دائما تنشر الحوايج غير في الدار، تنشرهم في الليل وفي الصباح تلقاهم ناشفين كما تشاهدوا معايا الآن. تنشف داكشي اللي تينشف راه تنعطيه الميسه تطردو لبلاصتو، وداكشي اللي باقي راه تنخليه حتى ينشف على خاطرو. قولوا لي نتوما كيفاش تديروا الحوايج في فصل الشتاء، ومن بعد ذلك تنزينوا. لحقاش هذا الفيديو هذا هو ليله قبل راس السنه، دونك زوجي هو اللي تكلف بهذه المسائل هذه وغادي يشرح لكم. اي فوالا لو ريزولتا. بون magnifique, je pense qu'on n'a jamais vu ça ailleurs. Que je commence ici. Il y a plus de ballons. Que la voiture d'un fournit. C'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Il y a mis la réalité ces petits dessins. Aussi, moi j'ai fait mes petits dessins, ils m'ont créé une reine des neiges. Et moi, ouais, 10 couleurs, voilà. Moi, allez, on joue comme. Non, je dois faire. Non. C'est qui la mouche là? C'est qui la mouche? C'est Mace, ça c'est Mace. Voilà. La mouche est tombe, regarde. Vous avez un problème? يلاه غادي نوري لكم ان شاء الله المنيو. لحقاش ندير المنيو تندير الحوايج اللي خاصني نتقدا، عاد نمشي نتقدا باش ما نضيعش بزاف ديال الوقت. دونك هادو من بين النصائح اللي جايه عندكم شي ضياف، كتبوا اش بغيتي ديروا
قيدوا اش بغيتوا تتغداو عاد خرجوا ديك الساعه تتغداو، حتى في حين اللي بغيتوا تصايبوا داكشي في الكوزينه غادي يجيكم طريقه وغادي يجيكم وقت اسهل وما غاديش تضيعوا بزاف ديال الوقت. دونك بالنسبه للمقبلات هنايا غادي ندير الخبز محشي محمص ومخبزات محمصين تيكونوا دايرين بحال هكا، وتديري فوقهم الحشوه اللي بغيتي. غادي ندير الحشوه ديال الفرماج الابيض مع سمك ديال السلمون ولا غادي يكون مناسب بلا سيبولات، والحشوه الثانيه غادي تكون سلطه ديال الفلافل ومطيشه مع الكروفيت. ما هو رايكم؟ كتبوا لي رايكم التحت في التعليقات. بالنسبه للاقتراح رقم 3 ما عرفتش غادي ندير فيه، ولكن غادي نشوف اش كاين سوغ بلاص. بعد مره تمشي على شي حوايج طونجا عاوتاني بدوك الحوايج بحوايج اخرين، غادي نشوف. الا عندكم اي اقتراحات اخرى كتبوهم ليا في التعليقات. دونك بالنسبه لونطري المهم مقبلات رقم 2 لحقاش يكون الاول والثاني وعاد البلا. دونك بالنسبه هادو غادي ندير فيهم السلطه، حماتي عزيز عليها السلطات تيكون شو شويه باردين، هما كما شاهدتوا معايا حيت كنت عندهم تياكلوا الماكله اللي هي اكيليبري، ما عندهمش مع بزاف ديال الزيوت وبزاف ديال الخباز وبزاف ديال نو شي حاجه اللي هي تكون خفيفه ظريفه نقيه اكيليبري. دونك غادي نشري افوكا وغادي نقسمها على جوج وغادي نخويها من الوسط وغادي نقطعها الى شرائح صغيره، غادي نخلط معها شو شويه ديال الكروفيت ديال البيض السمان والقليل جدا من البطاطس غير باش يعطونا التنسيمه، وغادي ندير لهم لاصوص ديالهم، وغادي نخلي ديك لابو داك الخشاء ديال الافوكا هو اللي غادي ندير فيه السلطه هكا، غادي نقدمهم فوق 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 البلا، وغادي يكون مقدم معاه واحد الكيش كيش صغير بسمك ديال السلمون او بالدجاج او صدر ديال الدجاج. غادي نشوف بعد مرات تيكونوا عندي جوج ديال الاختيارات، وحيت كنت نخدم ديك ساعات عاد تنديسيدي واش كيش بسمك ديال السلمون المبخر او كيش بصدر ديال الدجاج والخضر. المهم الطبق الرئيسي بغيت نقول لكم بان حماتي وحماي من النوع اللي ما تياكلوش بزاف ديال اللحوم، دونك غادي غير ننساهم، من النوع اللي تياكلوا الدجاج ولكن فوالا شويه، ولكن من النوع اللي تياكلوا بزاف ديال الاسماك بزاف ديال الحوت تعجبهم بزاف، وخصوصا حماتي. حماي ممكن انا نقول كاع الا عطات لي شي شويه ديال اللحم ماشي مشكل، عطات لي شي شويه ديال الدجاج ماشي مشكل، اما حماتي فعزيز عليها بزاف ديال الحوت. دونك غادي نحاول نقلب على الحوت من دون شوك، لحقاش الحوت يا البنات الا تياكل فيه الشوك ما تاكلوش. دونك غادي نمشي نحاول نقلب ليه على هبيرات ديال الحوت اللي ما فيهمش الشوك، وغادي نقدم معاه سواء بعض الخضر سواء الارز ولكن بطريقه جديده، يعني غادي يكون الارز مقدم مع الخضر مقطعين الى شرائح صغيره، وغادي يكون ارز اللي هو مبخر. اما بالنسبه للحلوى الا شط لي شويه ديال الوقت راه غادي نديرها، الا ما شط لي شويه ديال الوقت راه غادي نكوموندي غادي ندير لها كوموند. دونك هذا بالنسبه للمنيو، قولوا لي الاراء نتاعكم البنات تحت في التعليقات، الا عندكم اي اقتراحات اخرى بما انكم نتوما اللي عرضتوا عليها في داري كتبوا لي الاقتراحات نتاعكم التحت في التعليقات. الا جات عندكم مثلا حماتي او جات عندكم انا اش يمكن لكم ديروا لي كتبوا لي هادشي في التعليقات، التعليقات نتاعكم الا ما فادونيش دابا راه غادي يفودوني عاوتاني في مناسبات وحدين اخرين. ومن بعد ما انتهينا من بعض التحضيرات تنخرجوا الى التسوق. دونك بالنسبه للتسوق انا الا قلت لكم تسوق وبحالي بحال كاع جميع العيالات ما تمشيش غير للمحل، تمشي هذا والهذا 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 والهذا، خصوصا باش نشري لوازم ديال المائده اللي غادي تشاهدوهم ان شاء الله معايا في هذا الفيديو هذا. دونك شريت لوازم ديال المائده، دابا غادي نمشيو نخرجوا للتسوق. بغيت نشري واحد الهديه بسيطه لحماتير عباره عن علبه ديال الشوكولاته، ولكن بغيت علبه اللي هي تكون شو شويه مميزه، واخا انايا هديتها بعض الهدايا اللي دازو في الفيديوهات الفارطه راه غادي تشاهدوهم على القناه. دونك لقيت هذا النوع من الشوكولاته اللي تشاهدوا معايا الان، خديت لها هاد الباكيه هادي فريمون بحال هاد الباكيات هادو تيكونوا زيونين ومزينين وفيهم بزاف ديال انواع ديال الشوكولاته. واهم نصيحه بنعطيها لجميع السيدات التي تقدموا مع الوليدات نتاعهم، حاولوا تكتبوا جميع الاشياء اللي نتوما بغيتوا تقدوهم عاد سيروا تقدوا، وسيروا ديريكتومون الشيء اللي نتوما بغيتوا تخوضوه، يعني تنقيد انا كاع داكشي اللي انا بغيت نتقدى وتمشي نهزو ونحطو ديريكتومون في شاريو، سينو غادي ندور 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 ندور, ندور ونضيع بزاف ديال الوقت.
دابا يلا دخلنا من لي كورس. هادو هما الاشياء اللي شريت، المهم الخضار اللي انايا غادي ندير اليوم. غادي ندير اليوم شي حويجات خفيفين ظريفين كما قلت لكم انايا في المنيو قبل ما نخرج نتغدى. هنايا عندي لافوكا، دونك خديت لافوكا دايره بحال هكا، خديتها هكا وخديتها عاوتاني عاديه. دونك هاد لافوكا عادي غادي نفرقها على جوج وغادي نخويها من الوسط. شريت جلبانه، دونك بالنسبه للجلبانه ما شريتهاش في البواطات، شريتها هادي طريه لحقاش هي اللي فيها ديك هي اللي تكون شويه حلوه، وغادي نخلطها مع الرز في الطبق الرئيسي. هنايا عندي الطماطم يعني بحال هكا لي طوماط سوغيف، عندي الفطر الابيض طهوة طري، تنحاول ما نديرش الاشياء المعلبه. عندي البصل، عندي واحد القرعه، القرعه هذه غادي تكون في ليكيش، وعندي الحامض. دونك هذا الحامض هادو غادي يكونوا سواء فوق السومون اللي غادي نوري لكم فيما بعد، سواء غادي نديرو عاوتاني فوق هاد لافوكا هادي القزبر والمعدنوس باش نسم، لا سيبوليت حتى هي باش نسم، وليكيش غادي ندير فيهم هاد النوع من البصل بورو. دونك هادو بالنسبه للخضر غادي يكونوا ان شاء الله مقبلات، غادي ندير فيهم السمون او السمك المبخر. دونك خديت هذا داير بحال هكا. بالنسبه لليكيش غادي ان شاء الله ندير فيهم الدجاج، الصدر ديال الدجاج، و خديت القشطه الطريه لليكيش. هنايا عندي لي كروفيت، خديت جوج انواع ديال لي كروفيت، خديت لي كروفيت اللي هما صغيورين وخديت لي كروفيت اللي هما كبار، حيت غادي ندير بزاف ديال الاشياء اللي غادي تشاهدوهم معايا. دونك بالنسبه للكروفيت الصغيورين غادي نزين بهم مثلا دوك لي توست الصغيورين، اما بالنسبه للكبار غادي نحيدوهم القشره نتاعتهم وغادي نلوي عليهم بطاطا وغادي تشاهدوا معايا طريقه التزيين. غادي نحاول ندير من هاد الاشياء بزاف ديال الاشياء اللي زوينه، وغادي يعطيكم حتى نتوما افكار للضيوف نتاعكم. هنايا عندي فرماج، دونك هاد الفرماج هذا شريته ديجا من السم، فيه لي شالوت وفيه لي سيبوليت. عندي بيض ديال السمان، سولتوني بزاف على بيض ديال السمان، غادي تلقاوه في الغيون ديال اللي فيه الدجاج. المهم انايا تنشريه من الغيون اللي فيه اللحم وفيه الدجاج، في واحد القنيط محطوط فيه. ابخي راه كل سوبر مارشي غادي تلقاي بيض السمان في القنيط، كاين في داك القنط اللي تتباع فيه البيض، كاين عاوتاني شي مراكز ما فيهم، دونك على حسب، ولكن المحلات التجاريه راه كبرى راه لابد غادي تلقاو البيض ديال السمان. ما بالنسبه للطبق الرئيسي فغادي يكون فيه سمك ديال السلمون. دونك بالنسبه لسمك السلمون فهو سمك معروف فيه بزاف ديال الاملاح، فيه بزاف ديال الفيتامينات، وما غاديش ندير فيه الشرموله لحقاش الليل، ما غاديش ندير فيه الشرموله بالثومه وبزاف ديال الزبيب، غادي يكون فيه الزعتر من الفوق، شو شويه ديال الملحه وشو شويه ديال الفلفل الابيض، غادي يجي رائع وغادي نقدمه مع عاوتاني حويجات اخرين. ان شاء الله هادشي غادي تكتشفوا ان شاء الله معايا هادشي في هاد الفيديو هذا، وغادي ندير لكم حويجات اللي غادي يعجبوكم للضياف نتاعكم وافكار اللي هما زويونين للضيوف. دابا غادي نوري لكم الاشياء اللي شريتها لتزيين المائده. جيفي وخديت هادو من جيفي دايرين بحال هكا ديال المائده، قولوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. خديت 6 منهم، 6 منهم تحطي فيهم الطباصل، ان شاء الله راه غادي تشاهدوا معايا هادشي كيفاش غادي يكون فوق المائده. كاين في هذا اللون، لقيت البنات في هذا اللون هذا، ولقيت عاوتاني في واحد اللوين كري. واحد الطابله ان شاء الله ديال اليوم غادي تكون طابله اللي هي مختلفه، وغادي يكون ديكور اللي هو مختلف، قلت نغير شي شويه. خديت هادو الطبله، خديت الشمور دايرين بحال هكا، هادو شمور خديتهم من كارفور او من لوكلير، غادي تلقاوهم في كل مكان. واش خديت؟ خديت هادو لي ميناجير ديال الطبله، الفرشيطه والموس، الملعقه الكبيره والملعقه الصغيره، فيهم 24 بياس. هادو خديتهم من لوكلير، كاين في هذا اللون هذا اللي هو دوغي، وكاين عاوتاني في واحد اللون اللي هو عادي، وكاين في اللوين اللي هو كري. فريمون انايا لقيتهم طلاص وزوينين، كتبوا لي في التعليقات كيفاش جاكم. خاصني نحيدو من العلبه نتاعتهم،
باش نغسلوهم. شمايا هكا غادي يبانو ليكم اكثر غيمون زوينين. كنت موالفه تنشري الفرشيطه وداك اللي تحت نتاعها تيكون قنت واحد اخر يعني تيكون الفوق ملاصق مع التاه، ولكن مع بزاف ديال الغسيل في الماكينه ديال الغسيل مع المده تيتفرق ليا داك اللي تحت على الفوق. دابا تولي تنشريهم عاديين بحال هكا يعني كلشي مجموع بلاصه وحده. هادو لابد خاصني نغسلهم غنحطهم هنا. اش مشيت عاود ثاني شريت مشينا دزنا هذا شريته من جيفي هذا شومان دو طابل داير بحال هكا شريته من جيفي حتى هو عنده الشكل دوغي وغادي نديرو فوق لاناب نتاعي الكري. ومشينا دزنا اكسيون اش شريت في اكسيون خديت لي سيرفييت دايرين بحال هكا و اكسيون داكشي فيه رخيص ولكن بحال مثلا هاد الاشياء هادي ما غاديش تلقيها فيه غادي تلقي فيه غير حوايج رخيصين زوينين غير باش تهتي. وهادو تا هما خديتهم من اكسيون باش تزيني الطبله. خديت هاد العلبه ديال الشوكولاته ليهم كاينه فيها هاد الشوكولاته هادي وهاد الشوكولاته هادي يلا عطيناهم الهدايا بمناسبه نوال. قلت علاش لا نخذ لهم حتى هادي واخا نورمالمون الناس اللي تيكونوا عارضين عليهم هما اللي تيجيو ولكن ماشي مشكل. المهم هادشي انايا غادي نجمعو نحطو هنايا ونعاود نتلاقى معكم باش نوري لكم كيفاش غادي نزين المائده. دونك السمك ها هو غادي ندير الملحه هي الاولى غادي ندير الاعشاب المنسمه فيها الزعتر فيها الشيح فيها الخزامه تتباعوا جميع المحلات التجاريه تنديروهم فوق البيتزا تنديروهم فوق الاسماك تيجيو زوينين غير شريوهم وصيحين. والناس اللي هما ما تيقدوش على الشرموله اللي فيها بزاف ديال البهارات وفيها الثومه راه ينسمو غير بالاعشاب المنسمه روعه. ندير شي شويه ديال الفلفل او الابزار من الفوق صافي. من بعد ما تنسمو غنغطي مزيان الطاوله وغنحطهم في الثلاجه يرتاحوا على خاطرهم حتى تنكمل كلشي. عاد تنجبد. وبالنسبه للطريقه ديال الطهو ديال سمك السلمون كاينين جوج ديال الطرق، اما غادي تحطوه في مقله ضاهيه غادي طيب، اما تديروه في واحد الورق ديال الفران وتتحطوه في الفران وتطيب على طريقه البخار. انا ما عرفتش من الطريقه اللي غادي ندير ايه ولكن الطريقه الصحيه هي طريقه البخار. دابا غادي نرجع غادي نعجن خبيزات هما عباره عن خبيزات غادي يكونوا خبيزات للضيوف. غادي ندير غير شي شويه هنايا درت زلافه ديال دقيق الفورس مع زلافه ديال دقيق القمح الصلب ملعقه كبيره من زيت الزيتون قريصه ديال الملحه وقريصه الملحه على حسب الذوق وقريصه ديال السكر. غادي نخليهم يدلكوا ليا مزيان وغادي نعاود نرجع لكم. غادي ندير فريمون خبيزات راه كنت وريتهم لكم على القناه طريقه تحضير خبيزات او خبز خاص للضيوف. المرحلة الثانية في تحضير هذا الخبز هذا ها هو من بعد ما دلك ليا مزيان فرقته على هذا الشكل هكا
وهنايا صايبت المسائل اللي غادي نخدم بهم. هنايا عندي الحبه السوداء، ما عرفتش يقولوا لها هذه ماشي الحبه السوداء، الحبه السوداء هي تدار في الرفيسه، اما هذه ما بقيتش انايا ما عرفتش تيدار في الخبز. المهم الا عرفتوا اسمه بالعربيه كتبوا لينا في التعليقات. هنايا عندي الزنجلان والسيزام، وهنايا عندي الدشيشه، الدشيشه ما كبيراش زعما الدشيشه مويه، وهنايا عندي جوج ملاعق كبرى ديال الحليب مع اصفر بيضه. غادي نصايبوا الطاوه ديالنا، هي هذه الطاوه ندير فيها هي الورق ديال الفران. او غادي نجي نهز مثلا هاد الخبيزه هذه، غادي نحطها هنا، وما ننساش الجوانب لحقاش بعض المرات الجوانب تيجيونا شي شويه بيضين، وتنديرها مباشره هنا. نجمع ليا كاع هادشي، شفتوا معايا؟ وتتحطيها في الطاوه ديالك هكا بشويش، او باقي غادي تنفخ. المهم انا هي وريت لكم هذه غادي نخليها تنفخ، ولكن من الاحسن البنات خليهم يخمروا يطلعوا شي شويه، عاد ديري لهم هذه المساله هذه تيخمروا شي شويه هكا، وتيخمروا عاوتاني شي شويه هكا. المهم غادي نتلاقى معكم بعد قليل. كما شاهدتوا معايا الخبز ها هو هنايا خمر، دونك غادي نبداو دابا على بركه الله. راه حتى هذه خمرات، هذه اللي درناها في الاول حتى هي خمرات، ولكن ما خمراتش بنفس السرعه ديال الاخرين، هادو خمروا، اما هذه خمرات واحد شويه على حسب ان راسقيناها من الاول. دونك غادي نهز الخبز، كما تشاهدوا معايا فرقتهم حيت غادي يتنفخوا، هي درت عاوتاني وحده هنا غادي يتلصقوا ليا مع الاخرين، دونك ثلاثه الاخرين غادي نديروا مع عاوتاني في طاوه وحده اخرى. دابا انا غادي نجمع الكوزينه، وزوجي غادي يمشي يجمع الكراج، والدراري كل واحد صيفطناه لبيتو باش يجمعوا، باش ننقص عليا شي شويه ديال الشغل. دونك بدا ديروا نتوما هاد القضيه هادي، راه سينو تماك بقيتو. الا قالوا لكم رجالاتكم ما تنعرفوش قولوا لي هو ماشي مشكل، غير ديروا داكشي اللي قديتو عليه، اللهم بعدا شي شويه يحيدوا لكم شويه ولا كاع والو. نفس الشيء بالنسبه للوليدات، الوليدات خاصكم تعلموهم يعتمدوا على راسهم ويعاونوكم منين يكونوا صغار، الا قعدتوا حتى سن المراهقه عاد تقولوا لهم اجي عاونه ما غاديش تعاونوا، وما خاصكمش ديروا الاختلاف، ماشي البنت دائما اللي هي اجي الكوزينه ديري هذه ديري هذه ديري هذه، بحال البنت بحال الدري بجوجهم خاصهم يدخلوا الكوزينه، بجوجهم خاصهم يعاونوكم، بجوجهم خاصهم يجمعوا الغرف نتاعهم. دونك هذا هو النظام اللي عندنا في الدار، تقولي لي كيفاش تلقاي الوقت اللي كنتي باش تصايبي تعتني بنفسك، دونك هكا تندير يعني كلشي كلشي تندفعو يخدم، كلشي كلشي تيخدم. كتبوا لي في التعليقات ما هو رايكم في هذا الشيء، واش تنتوما بحالي.
غادي نحاول في هذا الفيديو هذا نعطيكم بزاف ديال الافكار للضيوف نتاعكم، افكار لوجبات زويونين خفيفين ساهلين ديروهم سواء لكم سواء للضيوف نتاعكم. دونك بالنسبه للان ان شاء الله غادي ندير الوصفه ديال لي كيش معمرين بطريقه سهله جدا وتيجيو روعه وغايه في المذاق. بالنسبه للعجينه يا البنات تتخلعوا منها، لحقاش كاين اللي تيشوف الكيش من بعيد وتيقول اه ما يمكن ليش ندير بحاله، يمكن لك ديري بحاله غير تبعي الخطوات. خاصك 125 غرام ديال الدقيق، 60 غرام ديال الزبده، واصفر بيضه، القليل من الملح والقليل من الماء. طريقه التحضير غادي تقبطي الدقيق وغادي ترملي الزبده مع الزبده خاصها تكون مصفضه، ترملي الزبده يعني تدخلي الدقيق بالزبده حتى يولي لك مرمل، الزبده ما باقيش غادي تبان. هاد العمليه ديروها غير باليديات نتاعكم. وكما شاهدتوا معايا ها هي رملناها مزيان، من بعد ما رملناها تديري فيها اصفر بيضه وتديري فيها القليل من الملح على حسب الذوق، تحاولي تجمعي كل شيء بالماء، وبالنسبه للماء شوي بشوي حقاش فين الزبيده يا غادي تجمع لكم، غير انت وتتحركي وانتي وتتجمعي. هنايا غادي ندير شي شويه ديال الدقيق هكا ونسرح العجينه، الا ما درتوش الدقيق راه يمكن ليها تلصق ليكم. وغادي ندهن الطواس ديالي كما تشاهدوا. شاهدتو معنا هنايا لي كيش انا كملتهم، اش غادي ندير؟ غادي نقبهم بحال هكا دونك غادي نحطهم في التلاجة يبردو بين ما نصايب الحشوة. دابا رجعت عاوتاني غادي ندير الحشوة ديال لي كيش. بالنسبة للحشوة ديال لي كيش غادي ندير فيها النوع من البصل البرو يجي بغيموز بيول، وهذا البصل نيت هو اللي تندير به الى عندي شي شويه ديال الشحمه وبغيت ندير رايح ديال الشحمه تندير فيهم هذا النوع من البصل، وهذا البصل هو اللي تنصبي عاوتاني الطاجين تيجي روعه يا البنات. قلبوا عليه ضروره غزال كينسم تيجي شهوه، غير انتم والله تقردوه من بعد خاصكم تغسلوه مزيان لحقاش بعض المرات التراب تيعرق ليه في الداخل ديالي. قولوا لي البنات شكون اللي تيحتفل براء السنه، شكون اللي ما تيحتفلش براء السنه؟ الا كنتو تتحتفلوا اش تديروا؟
ونتعرضوا على العائله الاحباب او تكتفيو بحلوه كاين اللي تيجري الحلوه. انا حيت كنت في المغرب كنا تنحتفلوا بحلوه يعني تنجيبوا حلوه تنجيبوا تيكونوا هكا كصديقات المقربين تيكونوا عاده مولين الجيران كثر فاش كنا صغيرين. وبالنسبه لهدايا فتيكونوا لي طابليت ديال ماروخه تيكون غير واحد الجو اللي هو زوين بدي مويان اللي هما بسيطه جدا يعني تخلق السعاده في شي حوايج اللي هما بسيطه. فرحنا الكيكه تفرحنا اي حاجه كنديروها تفرحنا سبحان الله العظيم داك هو الزمان الجميل. وتنخرجوا من البيت نخرجوا تندورو نعاودو عاوتاني ناكلو حلوه في الزنقه نشربو كاس ديال رايبي ونجيو واحد نجيو نتعشاو. دوك الا كنا عارضين على الحوايج الصحاب راه تيكونو الدجاج تيكون شي دجاج محمر شي حاجه في الكوزينه وكلنا كنقعدو مقابلين سهرات دوزيل. كانت تعجبني سهرات دوزيل دابا ما بقيتش نشوفها ماشي لحقاش ما دابا بقاش تعجبني الا لحقاش الوقت ما بقاش يعني في الليل اكثريه ديال الليالي تنبقى ندير لي مونتاج للفيديو. دونك غادي ندير هادو في المقلة باش ينزلو ليا. غادي ندير معاهم غير شي شوية ديال زيت الزيتون والملحة. سي بون تا فيني لو؟ دابا عندكم اختيار اما ديروا سلمون اما ديروا دجاج. انا غادي ندير السبرد ديال الدجاج اللي شريت معكم اليوم. غادي نرجعو نكملو لي كيش ديالنا غادي يبداو على بركة الله. هنايا ابيض البيض اللي بقى ليا من داكشي اللي درت في الاول غادي نزيد عليه جوج ديال البيضات. غادي ندير هنايا 324 غرام ديال لا كريم. بالنسبه للسقيه درت هنا داكشي اللي باقي من ابيض البيض جوج ديال البيضات ودرت القشطه الطريه شويه القزبر والمعدنوس الملحه والابزار وجوج ملاعق كبرى ديال الحليب وخلط مزيان هذا الخليط. تندير الحشوه هي الاولانيه وعاد تندير لها السقيه من الفوق كما تشاهدوا معايا الان. وكما قلت لكم الحشوه كل واحد يدير على حسب داكشي اللي كاين عنده في الثلاجه. غادي نديرهم طاوما في الفران درجة حرارة 180 لمدة 50 دقيقة. أمضرة كيفاش جاكم الكيش؟ جاو هائلين جدا جدا. دقنا وحدة منهم سيغ بلاص باش نشوفو الجو طريين ما تيجيوش ليا قاصحين من الوصف. تبعو الطريقة وكيفاش جاكم عاوتاني دوك الخبيزات الصغيورين الخاصين بالضيوف تيجيو تاهما راقيين. إن شاء الله غدا غادي نكمل لكم وغادي نوري لكم عاوتاني شي هيبات وحدين أخرين اللي هما ساهلين زويونين وأفكار عاوتاني جديدة للضيوف. نتمنى الفيديو ديال اليوم اللي هو أول فيديو في سنة 2019 ينال إعجابكم يكون مفيد لكم. تنرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم. ما تنساو تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي راه تنكون كل يوم على الانستغرام والانستغرام ديالي هو سوما تي في. عجبكم الفيديو ديال اليوم وبغيتوا تشوفوا تتمه وافكار جديده للضيوف نخليوا لايك ليه وتنرحب بجميع الاقتراحات نتاعكم والاسئله اللي سولتكم في هذا الفيديو هذا. حاولوا تجاوبوني عليهم لتحت في التعليقات. دمتم في رعايه الله والقاكم ان شاء الله قريبا على قناه سوما. الى اللقاء.